يا اهلا بيكم من جديد. ما زلنا مع حضراتكم في رحله البحث عن المنتج المصري. شخصيا كنت متخيل ان الرحله هتبقى سهله، هنفتش يمين شمال في السوبر ماركت عند وزاره التجاره والصناعه، هنفتش لدى المناطق الصناعيه اللي موجوده في البلد ونلاقي منتج مصري نعتمد عليه او حتى نتعكز عليه في الظروف الصعبه الاقتصاديه، ويساعد في مقاطعه المنتجات الصهيونيه والامريكيه الالمانيه الفرنسيه اللي بتدعم قتل اهلنا في قطاع غزه. لكن مع الأسف اكتشفت أن الرحلة صعبة، مش صعبة من حيث مبدأ الرحلة، لكن صعبة لأن مع الأسف حكومة بلدنا على مدار 10 سنوات فاتت قضت على أكتر من 60-70% من المنتج المصري. كلمتكم امبارح عن قفل شركة الشرقية للغزل والنسيج في الزقازيق، اتكلمنا كمان عن اللي حصل مع مصنع غزل ونسيج كفر الدوار، اتكلمنا قبل يومين عن شركة إدفينا وشركة أها وإزاي الحكومة قفلتها وبعتها لمستثمر أجنبي، اتكلمنا قبل أيام عن أبو قير للأسمدة، عن مش عارف حلوان للحديد والصلب، عن شركات الملاحة اللي موجودة في اسكندرية، شركات الـ حتى الكيماويات اللي موجودة في أسوان. كل ده اتكلمنا عنه خلال هذا العام، العام الكبيس اللي هو 2023، واللي مع الأسف بلدنا رجعت فيه 7-8-9-10 خطوات لورا لحد ما لبست في الحيطة الورانية. الغريب إن السنة دي اللي هي 2023 قال إيه الحكومة مسمياها عام الصناعة المصرية؟ والله ده اللي اتقال في مطلع هذا العام، وتم تسمية العام بعام الصناعة المصرية. ويبقى السؤال، هل يكون العام 2023 هو عام الصناعة المصرية كما تساءل المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية؟ الباحث أحمد بيومي قال إن الحكومة قالت إن هذا العام بعد إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ اللي أطلقها عبد الفتاح السيسي في مطلع العام الجاري هيبقى العام اللي هترجع فيه الصناعة لمكانها. قال لك عام يغاث فيه الناس والصناعة هترجع وتزهزه وهتبقى زي الفل. هنا احط مع حضرتك مبدأ في بداية هذه الفقرة واقول لك مجموعة من الأرقام عشان هنحتاجها بعد شوية. عندنا حسب بيانات وزارية والمركزي للإحصاء والتعبئة، بلدنا فيها 44,000 منشأة صناعية، 44,000 منشأة صناعية ما بين منشآت خاصة ومنشآت حكومية ومنشآت مساهمة. دي عدد المنشآت ما بين مصانع كبيرة ومتوسطة وصغيرة. قال لك إن هذا العام هيبقى عام تطوير الصناعة وعام الاهتمام بالصناعة. ويمكن عبد الفتاح السيسي قبل كام يوم طلع قال لنا ان الدولة اهتمت بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق المصري. السوق المصري السوق المصري اللي احنا لا مؤاخذة يعني بنستورد من الإبرة للصاروخ، بنستورد. لو بصيت كده لهدومك اللي انت لابسها ممكن تلاقي نفسك الشراب مستورد، والخيط اللي معمول بيه الشراب مستورد، والحذاء مستورد، والجلد اللي معمول بيه الحذاء مستورد، تلاقي هدومك كلها، القلم اللي انت ماسكه، الموبايل اللي انت شايله، العربيه اللي راكبها، تخش المستشفى كل المعدات، المدرسه كل المعدات، المايك اللي بيتكلم فيه عبد الفتاح السيسي ده مستورد، الكرسي اللي هو قاعد عليه مستورد، السجادة اللي بيدوس عليها بجزمته مستوردة، الإضاءة اللي منورة له مستوردة، وطبيعة الحال التلفزيون اللي بينقل خطابه للمواطن هو بيحدثنا عن الاهتمام بالصناعة مستورد. وقال لك اهتمينا، الحكومة اهتمت بالصناعة وعملت اللي محدش عمل. أنا عايز بس كده سريعا، وأتمنى حضراتكم تطولوا بالكم معايا، قال لك 9 سنوات من الإنجازات في قطاع الصناعة. ده الهيئة الوطنية للإعلام، وده موقع رسمي ناطق باسم الدولة. 9 سنين من الإنجازات، ده بعد أو ما قبل العام بتاع الحصاد اللي هو 2023. 9 سنين إنجازات. طيب سيب الهيئة الوطنية للإعلام، يمكن اللي كتب الخبر ده صحفي بياكل عيش زي حالاتي أو عايز ترقية، أو صحفي بيزمر للنظام. تعال نروح الحكومة نفسها، ده الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، قال لك في يونيو 2022 السيسي وثمان سنوات من الإنجاز في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية. الخبر ده إمتى؟ كان يونيو 2022. قبله بسنة في يونيو 21 قال لك السيسي وسبع سنوات من الإنجاز في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية. نفس الخبر بنفس الكلام، غير 8 خلاها 7. قبله بسنة اللي هو يونيو 2020 قال لك السيسي وست سنوات من الإنجازات في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية. طبعا انت عارف لو كملنا هنوصل بقى لخمس سنوات من الإنجازات، 4 سنوات من الإنجازات،
ثلاث سنوات، سنتين، سنة، يوم واحد من الإنجازات. ده كلام مين؟ كلام وزارة الصناعة والتجارة في البلد، واللي تقريبا داخلة مزاد أو داخلة مسابقة. خد عندك يا ابني 7 سنين إنجازات، لا خليهم 8 سنين إنجازات، طب 9 سنين إنجازات، طب تعالى أقول لك خلي السنة دي كلها سنة الإنجازات وسنة النجاحات وسنة الزهزهة يا مواطن. لكن الحقيقة مرعبة والأرقام صادمة. اللي حصل خلال ال9 سنوات أو ال10 سنوات من حكم هذا النظام، لا سيما هذا العام 2023، مذبحة في المجال الصناعي بكل ما تحمله الكلمة. شوف هذا الخبر، الخبر ده كان لحد أبريل 2016، ودي جريدة الوفد، لا هي بوابة الغد ولا جريدة قناة الشرق ولا قناة الجزيرة ولا أي حاجة معارضة، دي جريدة الوفد المصرية. قال لك إغلاق 8 مصانع وتشريد 2 مليون عامل. ده لحد إمتى؟ ده لحد 2016. كان النظام المصري بسبب سياساته الخاطئة، بسبب مشاكله وعدم اهتمامه بالصناعة أصلا، كان تم إغلاق 8000 مصنع وتشريد 2 مليون عامل. وبالمناسبة دي إحصائيات حكومية، إحصائيات وزارية، وزارة الصناعة اللي كانت بتطبل وتقول لك 6 سنين 7 سنين 8 سنين من الإنجازات. بيانات أيضا المركزي للإحصاء والتعبئة اللي قال إن من 2013 لحد 2016، 3 سنين فقط من حكم هذا النظام، تم إغلاق 8000 مصنع وتشريد 2 مليون عامل. في البداية قلنا عندنا كام منشأة صناعية؟ 44000 منشأة صناعية. طيب منهم على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، 70% من واحد من أهم القطاعات في البلد وهو مصانع الطوب، تم قفل 70% من مصانع الطوب، ده بسبب قرارات الحكومة الخاطئة. طيب عدد مصانع الطوب اللي موجودة في البلد كام؟ قبل هذا القرار كان عندنا 2850 مصنع، بعد قرار إيقاف البناء والتضييق على مصانع الطوب ودخول الجيش ومش عارف مصانع إماراتية دخلت المجال، بقى عندنا قفل 2000 مصنع بإجمالي 70% من عدد المصانع. طيب قطاع البناء والتشييد، البناء والتشييد يعني الشيء بالشيء يذكر، بيستفيد منه حوالي 4 مليون مواطن، ما بين شغالين في مصانع الطوب، عتاقين، نقالين، سواقين، بنا، مناول، ممحراتي، كهربائي، سيليسيون، 4 مليون مواطن بيستفيدوا من قطاع البناء والتشييد، ودول كلهم اتخرب بيوتهم بسبب طمع الحكومة. نوصل ل 2021، انت متابع معايا، في 2016 اتقفل، لحد 2016 اتقفل 8000 مصنع، لحد 2021 كان السيسي يكتب شهادة وفاة 10000 مصنع ويشرد جيش من العمال. يعني عندنا 10000 مصنع من اجمالي 44000 مصنع اتقفلوا، مصانع حكومية اتباعت في الهواء، وشركات حكومية اتصفت، ومصانع طمعوا فيها عشان خاطر موجودة على النيل وفي قلب القاهرة وفي قلب حلوان واسكندرية وكفر الدوار، فباعوها وهدوها عشان يبنوا مكانها أبراج وكافيهات وشاليهات ومش عارف جراشات، ومصانع اتباعت بالميت لشركات إماراتية وسعودية زي أبو قير للأسمدة وغيرها، ومصانع سابوها لحد ما فلست وباظت زي مصنع استيا بتاع الغزة والنسيج في اسكندرية، وألاف المصانع عندنا وصلنا 10000 مصنع. 2021 لنهاية 2022 كان عدد المصانع المتوقفة عن العمل 11000 مصنع متوقف عن العمل. وتيجي تقول لي 10 سنين من الإنجازات، 9 سنين مش عارف من الكفاءة والمهارة والخبرة، 8 سنين من العظمة والتطوير والمعجزات، لا انت كده بتضحك عليا، لا انت بتضحك على نفسك، لان مع الاسف قطاع الصناعة في البلد بيعاني، بيموت، احنا رايحين في 60 داهية. مشاكل الصناعة زمان يمكن كانت متمثلة في المواد الخام، دلوقتي عندنا مشاكل المواد الخام، مشكلة الدولار اللي مش موجود، مشكلة زيادة أسعار المواد الخام، مشكلة كمان الكهرباء، مشكلة الضرايب، مشكلة طمع الحكومة، بيع الأصول والمصانع. شوف الخبر، تشميع 5000 مصنع فقط، ده في 31 أغسطس بسبب نقص الدولار. سبب واحد، من إجمالي 11000 مصنع اللي اتقفلوا في 10 سنين من حكم هذا النظام، وبالمناسبة 11000 مصنع
لما تطرحهم من ال 44 ألف مصنع يبقى 25% من مصانع بلدنا اتقفلت بالشمع الأحمر. ده مش كلامي، ما بجيبش حاجة من عندي والله، ده كلام المركزي للإحصاء والتعبئة، كلام الجرايد المصرية، الناس المتخصصة. 25% من المصانع اتقفلوا، منهم بسبب الدولار 5000 مصنع. خد كمان بسبب المواد الخام، وده حسب كلام السيد مين بقى، عايز اقول لك اسمه، سيد محمد البهي اهو، الصناعة تئن بسبب نقص الدولار والمواد الخام. ده السي ان ان الاقتصادية، مش قناة الشرق ولا برنامج اهل البلد ولا وليد الهواري جايب الكلام ده من عند والده، لا ده السي ان ان شايفة، والغد شايفة، والوفد شايف، والناس بتاعت الغرفة الاقتصادية. طب شوف كده كلام محمد البهي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بيقول ايه عن ازمة نقص المواد الخام في البلد، نتابع. سابقا ان هذه الازمة تفاقمت واصبحت بتستعصي على الحل نتيجة طبعا نقص ايضا الموارد الدولارية. هناك صناعات حساسة جدا مثل الأدوية، مش بس إن هي عندها مشكلة في استيراد الخامات، ولكن هناك خامات وصلت بالفعل في المواني، وهذه الخامات أو الأكتف الحاجات المواد الفعالة اللي بتأتي ليها عمر افتراضي وليها طريقة حفظ معينة، فطبعاً بتتلف هذه الخامات في الجمارك، وده بيؤدي إلى مزيد من الخسائر لتلك الصناعة. أي صناعة النهاردة حضرتك هتتوقفي عن إنتاجها في تلك الدولة، حضرتك هتستورديها بعشر أضعاف القيمة. جزء كبير جداً من الواردات بيدخل في صناعات تصديرية، يعني الصادرات بتقف، وانت مش بس بيتوقف. كلام اللي بيقوله الدكتور محمد البهي ده بيفسر ان حضرتك لما نزلت السوق عايز تعمل مقاطعة للمنتجات المستوردة، امريكي، فرنسي، الماني، بريطاني، صهيوني، ما لقيتش حاجة. لما تقاطع كل الحاجات دي الرفوف بقت فاضية. ليه؟ لان الحكومة، حكومة بلدنا الرشيدة، قفلت 11 ألف مصنع خلال 10 سنين، عطلت 25% من الصناعة، عطلت المواد الخام في الجمارك لحد ما باظت، الدولار زاد 100% 200-300%، كان بسبعة دلوقتي بقى ب30 وداخل على 40. فما تجيش تقول لي عام الصناعة وإنجازات، ده شوف كمان آخر حاجة في العام بقى اللي هو عام الصناعة، قال لك قرارات السيسي الغير مدروسة بانقطاع الكهرباء تسببت في وقف المصانع والشركات وهروب المستثمرين. آخر حاجة يمكن لما تيجي تقول لي الدولار اقول لك والله يمكن معاك حق، رغم ان انت اللي لبستنا في الحيطه يعني. تيجي تقول لي المواد الخام اقول لك والله جايز، عندنا ندره في المواد الخام، لكن الكهرباء عشان توفر ملمين وتصدر كهرباء وتصدر غاز، وقفت الكهرباء عن المصانع الشهر اللي فات واللي قبله واللي قبله، في مصانع شغاله ب 30% من طاقتها، وبعض المصانع قفلت خالص عشان خاطر الكهرباء اللي طالعه نازله دي بتحرق المكن، وبعض المستثمرين كانوا جايين بيقولوا يا هادي بسم الله، قال لك يا عم ده لا عندهم كهرباء ولا عندهم غطاء ضريبي، والمواد الخام بتعفن وتبوظ في الجمارك، والحكومه طالعه نازله اكله نازله، والمش عارف المناطق الصناعيه من غير كهرباء وغاز وميه ومواصلات لا بلاها مصر، وتعالى استثمر في الامارات، لا روح استثمر في السعوديه، طب معلش شوف قطر، طب شوف تركيا، وليه مصر؟ لا مصر ما عندهاش حكومه بتدور اصلا على الاستثمارات. هدي حضراتكم بعض النماذج اللي حصلت خلال العشر سنين اللي فاتوا. حديد الصلب، وبقرار من الحكومة تم إغلاق المصنع، مصنع حلوان، بعد أكتر من 60 سنة من العمل، 60 سنة سعادتك من الخدمة في مجال الصناعة، عملاق الإنتاج حلوان، اتقفل. حكومة طلعت لنا لسانها وقالت لك خلي بالك ده مش نهاية المطاف. ليه مش نهاية المطاف يا حكومة؟ لا ده أنا عليا ديون وعليا مليارات، فلازم أبيع الأصول اللي اتبنت في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك، جه ما شاء الله الحكومه بتاعتنا عماله تبيع، واللي معاه فلوس يشتري، صهيوني تعالى اشتري، امريكي تعالى اشتري، اماراتي قرب 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 قرب، كل حاجه معروضه في المزاد للبيع في بلدنا. شوف كده مصانع الدخان في بلدنا، ازمه الدخان تتصاعد، اغلاق وتسريح العاملين في المصانع، والكلام ده كان يوم 23 اكتوبر اللي فات. شركة الكوك كمان، الشركة التوأمة بتاعت شركة الحديد والصلب، قفلوها قبل كام شهر وقال لك دورة إنتاج لن تعود. النصري للكوك، حكايات من دفتر فخر الصناعة المصرية بعد تصفيتها. طب لما هي فخر الصناعة المصرية صفيتها ليه؟ لما هي قلعة الصناعة المصرية في حلوان قفلتها ليه؟
لما انت كنت واحد من اكبر الدول اللي بتتسيد مجال الدخان في العالم والوطن العربي قفلته ليه؟ لما انت كان عندك الحديد والصلب او الغزل والنسيج بتغطي السوق المحلي وتصدر نهبته ليه وبوظته ليه؟ شوف كده العمال ولحظات وداع وفراق وفراق لمصانعهم اللي شغالين فيها بقالهم 50 و60 سنه واللي اتقفلوا خلال السنه دي اللي هي سنه الصناعه المصريه. متابع. انتوا شايفين يا جماعه خلاص الجمعيه العموميه اكدت فضلت على قرار تصفيه الشركه ونقل الشركه وتشريد 2700 عام. ارحموني ارحموني عايزين مننا ايه؟ الاعمال هم اللي معتصمين بسبب قله مرتبات 7 شهور. مين في الدولة يتحمل؟ مين في الدولة يتحمل ما يقبضش 7 شهور يا اخوانا؟ حلال ده ولا حرام؟ لو سمحتم احنا بنتحارب من جهات كتير في الدولة، معاهم الاعلام، معاهم السلطة، معاهم مناصب كتير، عايزين يهدوا هنا فرحت وهنا حزن وعمري ضاع هنا، لا حول ولا قوة الا بالله. استودعك الله الذي لا تضيع ودائع. الست اللي بتودع دي مش بتودع ابنها ولا جوزها اللي طالع يحارب على الجبهة، دي بتودع مصنع اشتغلت فيه 60-70 سنة، شافت خيره وإنتاجه وتصديره، وجات الحكومة قفلته عشان هتبني مكانه شوية أبراج تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والسادة الضباط والمسؤولين في البلد هيحملوا سبوبة عنب لوز اللوز. يا لمرة شوف كده رغم كل هذا الفشل الإعلام المصري والصحافة لا تتوقف عن الكذب. قال لك 7 سنين صناعة، قعد السيسي يعيد مصر الصناعية باستراتيجية إحياء الصناعة الوطنية، إنشاء أكثر من 4000 مصنع جديد للاستثمارات في القطاعات الحيوية وضبط منظومة الاستيراد العشوائي وتدشين 5 مدن صناعية عملاقة. أنا كمواطن ما شفتش. أنت كمواطن قول لي أهو إحنا قاعدين أهو وأنت بتتفرج عليا في التلفزيون ومعاك موبايل فيه إنترنت بتنزل السوق، قول لي إيه المصانع اللي اتضافت للبلد خلال ال10 سنين اللي فاتوا؟ ايه المجالات الجديده اللي احنا دخلناها؟ دخلنا مجال صناعه العربيات، صنعنا عربيه، ما حصلش. دخلنا مجال صناعه السلاح، صنعنا سلاح، ما حصلش. كفينا البلد من صناعه الادويه، ما حصلش. بنصنع ابره، ما بنعملش. عارف انت الدكه بتاعه الدكه بنصنعها، نستوردها من الصين، وتقول لي 5000 مصنع؟ طب شوف ايضا السيد يوسف الحسيني عضو مش عارف البرلمان ومسؤول لجنة الإعلام في البرلمان ومسؤول مش عارف ايه طلع بيكذب ويقول لك مصر بنت 8000 مصنع في عهد السيسي. صفحة ما تصدقش اكتر كتر الف خيرهم قال لك ان الكلام ده كذب. ده مصر بنت 8000 ولا بنت 4000، ده مصر مع الأسف قفلت 11000 مصنع. 11000 مصنع والله العظيم لو عندنا برلمان، لو عندنا إرادة سياسية أو عندنا حد بيحاسب الناس دي، الناس دي تتحاسب بتهمة الخيانة العظمى. تقفل 11000 مصنع ليه؟ إيه السبب؟ إيه المبرر؟ طب شوف كده أيضا سجلات الخسائر والحلول، احتجاجات للعمال في مصر على تصفية المصانع التاريخية. يا باشا ده الناس بتقول على جثتنا تبيع شركتنا وانت جاي تقول لي عام الصناعة وإنجازات. اسمع كده بعض من عمال المصانع اللي اتقفلت ومنهم حلوان للصلب والحديد وهم بيتظاهروا بيطالبوا بإيقاف مذبحة الصناعة المصرية. متابع. دول العمال اللي رافضين ان شركاتهم بتتباع او بتتصفى او بتتقفل. شايف الملف الطويل اللي انا عمال بحكي
مع حضرتك فيه بقالنا بتاع يجي تلت ساعة ده. عمال المصانع اللي اتقفلت والعمال اللي اتشردت والاقتصاد اللي اتدمر والاستيراد اللي بقى على ودنه والتصدير اللي ما عادش موجود. نتيجة مفروض اتحاد الصناعات المصرية يقف. لكن في نهاية العام الكئيب اللي يعتبر عام القضاء على الصناعة المصرية خرج علينا قبل أيام اتحاد الصناعات المصرية وقال لك تفاصيل دعم اتحاد الصناعات المصرية لترشح السيسي لولاية جديدة. بس كده بسهولة كده؟ امال انت فاكر ايه؟ مش هو قفل 11 مصنع هنرشحه ده اتحاد الصناعات المصرية؟ وطبعا انتوا عارفين ان السيسي يعتبر نجح لان قدامه شوية بهلونات. في نهاية العام الكئيب اللي هو عام الصناعة المصرية او عام القضاء على المصرية، مبروك لعبد الفتاح السيسي ونظامه فترة رئاسية جديدة.